نرحب بالاستاذ محمد المحمدي ابو خالد رن ان للرياضه. حياكم الله، والله شرفتونا. اليوم يعني الله مكتب يحييك. واحمد معانا. الله يسلمك. نعم، المهندس صايب الاطرش ابو احمد، عضو مجلس اداره نادي النهضه السابق، ضيافته اليوم في الرن ان عند ابو خالد. والله احنا استمتعنا بالحديث، ويعني اتوقع يعني هذه نص ساعة ما كفتنا، لكن إن شاء الله بين اللقاءات كثير. أكيد أكيد إن شاء الله فرصة احنا أي أحد ترى همه على أندية الشرقية، احنا من والله الشرقية. إحنا إن شاء الله يكون لنا تعاون أكثر من كذا. أكيد بإذن الله. ربك ييسر إن شاء الله. وإن شاء الله نشوف النهضة إن شاء الله في مصاف الممتاز يا أبو أحمد إن شاء الله. يا رب يا رب، الله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله. تحياتي لك أبو أحمد حبيبي. الله يجزاك خير ويحمد ليكم. فرصة سعيدة. الله يخليك. شرفنا يا جماعة. الله يسعدك.